ضمن هذا الموسم، موسمي 2015. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين واستعداد جديد وانطلاق جديد. وانطلق ثامن أشواطنا، يرافقكم زميلي حمد بن محمد الزعبي. اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المتابعون اينما كنتم. هذه انطلاقة شوطنا الثامن المخصص لفئة القعدان لسن اللقاية. نبدأ ونتعرف على المركز الاول، هذا هو صوغان، تعود ملكية صوغان لفهيد بن علي بن براك آل زبدان المري مع المركز الاول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ومن يتقدم على المركز الثاني التقدم في هذه اللحظة من رعد حامد بن علي بن مايقة الحبابي، من يتواجد معه في هذه اللحظات. ننتقل للمركز الثالث مع براق لصالح بن حمد بن راشد البريص المري. على المركز الثالث رابعا التواجد من الذيب راشد بن حمد بن متعب المنخس المري. وعلى المركز الخامس الوجود والتواجد هنا من الصايم لمحمد بن طالب بن محمد الفهيده المري. على المركز الخامس، هذا هو ندانا مشاهدينا ومتابعينا الافاضل للمراكز الخمسه الاولى المتقدمه. نعود واياكم الى الصداره، الى شعار بن زبدان مع المركز الأول مع صوغان فهيد بن علي بن براك آل زبدان المري. وبنقول 3 كيلومتر، 3 كيلومتر يا بن براك. لازالت الأمور هنا تسير مع صوغان، ومع انطلاقة صوغان بهذا الأداء بهذا الشكل المميز وهذا العرض الجميل. هنا على المركز الثاني يتقدم على المركز الثاني من يتواجد، يتواجد هنا رعد حامد بن علي بن مايق الحبابي، هو من يتواجد مع رعد على مستوى المركز الثاني. الدور والنقلة عند المركز الثالث، هنا الذيب راشد بن حمد بن متعب المنخس المري من يتواجد على المركز الثالث، وعينه للناموس أحد أبناء الشحانية من يتواجد هنا على المركز الرابع. ننتقل إلى الصايم محمد بن طالب بن محمد ألف هيدا المري. والمركز الخامس وصول أول نداء كساب المبارك بن سيف بن حمدان المنصوري مع كساب، ومع انطلاقة كساب من يتواجد على المركز الخامس. هذا هو نداءنا الثاني مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، أتممناها على حضراتكم وعلى مسامعكم. وبنعود يا أبو فيصل، بنعود يا أبو فيصل إلى المقدمة، إلى صدارة هذا الشوط. يا سلام، الأمور تسير مع صوغان فهيد بن علي بن براك آل زبدان المري مع صوغان هنا المقدمة مع صوغان، ومع انطلاقة صوغان مع المركز الأول ومع القيادة. يا سلام، شوفوا هذا هو صوغان من يحتل المركز الأول، فهيد بن علي بن براك آل زبدان المري لا زال هو المتحكم الأول، هو المتحكم بالصدارة، هو من يقود هذه الجموع. ولكن بنقول لك انتهز الفرصة وروح يا بن براك، الوضع خطير للغاية. وصلوا هل الطلايب أراهم يقتربون، أرى هنا أسماء وعدة أسماء، عدة أسماء قوية وقريبة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. لا سلام، صوغان مع المركز الأول. صوغان ما شاء الله تبارك الله 1500 متر يا من يتأخر، ولا زالت الأمور مع فهيد بن علي بن براك الزبدان المري مع صوغان.
يكون اول الواصلين. شوفوا 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 الصايم 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 يبي الفطور يبي يفطر على الناموس الصايم. يا سلام، يريد ان يفطر وجبه مميزه وهو بالناموس. هذا هو الصايم محمد بن طالب بن محمد الفيده المري. هنا وصول ايضا من الشبل سالم بن طالب بن علي الجربوعي المري وعلى المركز الرابع. يا سلام، شوفوا ركن 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 حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري مع ركن. الله، يا سلام عليك يا ركن، يا سلام عليك يا ركن. نعم انه ركن، ركن مميز هنا يفرض نفسه بنفسه بقوه. هذا هو ركن بدون اي تعليمات بدون اي اوامر، يريد ان يضيف لانجازاته الحافله هذا الانجاز في المحلي السابع. ولكن الله، شوفوا المركز الثالث، شوفوا مرموق اضحي بن مبارك بن اضحي الكتبي على المركز الثالث. المركز الثالث خطير للغايه. روح 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 يا راعي ركن، يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك يا راعي ركن. يا سلام، هذا السبق ولا فلا، هذا السبق ولا فلا. يا سلام، ما يذكر الا شيء. نعم هذا هو صاحب عوائد، صاحب انجازات. هذا هو ركن يضيف يضيف لتاريخه الحافل. خلاص خلاص، لا تقول له شيء، لا تقول له شيء. نريد ان نراه في المؤسس، نريد ان نراه في المؤسس بإذن الله تعالى. نعم خلاص خلاص، انتهت الأمور، انتهت الأمور مع ركن. ركن مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل يحسم الشوط من صالحه. ركن مشاهدينا ومتابعينا الافاضل هنا بدون اي منافس يحسم الشوط من صالحه. تهانينا والناموس لحمدان بن علي بن محمد الغفراني المري على فوز ركن وتحقيقه بالمركز الاول. المركز الثاني يصل على المركز الثاني مرموق لضحي بن مبارك بن ضحي الكتبي. المركز الثالث يصل على المركز الثالث صوغان لفهيد بن علي بن براك الزبدان المري. أما المركز الرابع يصل على المركز الرابع شمردل لأحمد بن ناصر بن سعيد الخيلي. والمركز الخامس الصايم لمحمد بن طالب بن محمد الفهيدة المري. تهانينا والناموس للجميع. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني. سبع دقائق 56 ثانية 28 جزء من الثانية. هذا هو كان توقيت ركن. تهانينا والناموس لحمدان بن علي بن محمد الغفراني المري على فوز ركن وتحقيقه بالمركز الأول. المركز الثاني ثمان دقائق ثانية 73 جزء من الثانية. هذا هو كان توقيت مرموق ضحي بن مبارك بن ضحي الكتبي. أما المركز الثالث ثمان دقائق ثانيتين 79 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صوغان فهيد بن علي. لا أو نعم، هناك من الجانب الأيمن اللي في